الإعلامي نزار العلي أبو الزعيم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة الجميلة، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والازدهار، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاحات أخرى عالمية بإذن الله. أشكر قناة أخوي الأستاذ خالد بازيدان على هذه التغطية الجميلة، أشكر جميع الإعلاميين، وإن شاء الله نلتقي في محافل أخرى، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام، متابعينا متتابعين في بازيدان، تستمر الأفراح وتستمر الأتراح. الشعب الإماراتي وايد مستنسين، الشعب السعودي كذلك، يشارك الشعب الإماراتي فرحتهم بمناسبة الذكرى 42 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان ويحفظ الإمارات وشعبها وحكامها. إلى جانبي الصحفي نزار العلي أبو الزعيم، رحب فيك بالبداية عبر قناة بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب، وشو حاب تقول اليوم بمناسبة بحكم تواجدك، شو حاب تقول الشعب الإماراتي وحكومة الإمارات بمناسبة الذكرى 42؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذا اللقاء الجميل، وأحيي جروب قناة الأستاذ خالد بازيدان، وإن شاء الله نشوفكم في قنوات فضائية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا اليوم الوطني، وإن شاء الله أهنيهم مرة أخرى بنيلهم تنظيم أكسبو 2020، وإن شاء الله في نجاحات أخرى إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. يعني 42 عام لا تعتبر، يعني لا تعتبر مدة زمنية طويلة في بناء دولة كالإمارات، لكن الإمارات أعتقد تعكس هذه النظرية وتقدم للعالم ربما صورة جدا مبهرة، وذلك بعد فوزها ببرنامج إكسبو 2022. نعم، ما في شك، أكيد دولة الإمارات بدأت بنهضة. الآن الإمارات تنافس الدول الأوروبية والعالمية، يعني الآن دولة الإمارات تعتبر هي بوابة العرب، تعتبر في الصدارة. مو غريب على حكومة الإمارات وشعبها الراقي تنظيمها من في جميع المجالات. نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نتمنى لجميع الدول العربية، وبهذه المناسبة أسأل الله العلي القدير أن يرفع عن أهلي في سوريا ما هم به من ضرر، وإن شاء الله نخلص من هذه المصيبة والمحنة الذي نحن بها، وأن يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويرفع عن أهلنا في سوريا ما هم به من أذى. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة وعلى اللقاء الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، thanks for coming، شكرا لحضورك كذلك. تحياتي لك، وأشكر فريق العمل، وتحياتي للأستاذ خالد بازيدان.